السلام على رسول الله. الحمد لله تم دحر العدو وتم رجعهم من حيث وتى، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم ظلموا لنا واعتدوا علينا، والبادي يظلم. نحن الآن على مشارف العسة، ما يفصلنا على العسة إلا بضع الكيلومترات الآن على مشارف العسة، وما زال مستمرين في التقدم. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله الصاع بصاعين، وهم اعتدوا علينا وجونا في يوم غد ويوم خيانة، ونحن بإذن الله لا نقوم برصاد، وإن شاء الله إن شاء الله العسة كان مش الليلة غدوة إن شاء الله.